الكل، شنو حوالكم؟ اني بشرة، واليوم حبيت نحكي لكم على مواقع التواصل الاجتماعي، على فيسبوك، على انستغرام، على تويتر، على تحب نتوما. بيش كان عندي حكيت عام من اللي بداو يجوني دي كيستيونمون على لي ابليكاسيون هذم، ان توكا على الاستعمال الشخصي نتاعهم، وجي بيريود نقول باش نقص، جي بيريود نقول باش نحي، جي بيريود نرجع. اشاك فوا نعمل دي ريفليكسيون ونشوف حاجات ونتعلم حاجات، دوك حبيت نتشارك معكم الحاجات هذا. أول حاجة ما نجمش إني ننكرها وما نجمش حتى واحد فينا ينكرها ظهر لي، هي إنه بلاتفورم هذم وخاصة انستغرام عندهم نفوذ، مش نفوذ، أي كمان معناتها عندهم إيديهم طويل، معناتها يوصلوا برشا عباد، يوصلوا برشا ناس، يوصلوا برشا ناس بفاسون ما نتخيلش طريقة أخرى نجموا نوصلوا بها العدد هذاك الكبير على الاخر نتاع الناس بالافيكاسيتي هذيك، بالسرعه هذيك، بالخفه هذيك، باش نوصلوا الناس. وهذه بالحق الحاجه اللي اشك فوا نبعد نفقدها ونتوحشها في الابلكيشن هذوما، هي هاك المساج الخفيف، معناتها انت تكون باش تعدي نهارك ما تعلم حتى شيء جديد، ما ريت حتى شيء، جست حل ستوري نتاع كونت ميليتون، كونت نتاع عبد اكتيفيست في انستغرام، تتعلم حاجه، تشوف حاجه، شوف تيمونياج تاع انسان ما يقدرش حتى يحكي للميدسان ولا البسيكياتر يحكي في انستغرام، شوفوا احنا نتعلموا منه احنا. دونك بحق لي سوجي اللي توك اني مهتمه بيهم على الاخر، نحب نتعلم فيهم كل شيء، كيما سيكسواليتي، كيما لو كور، كيما البوليتيك، كيما الراسيزم، كيما السكسيزم، ديما لي ميساج نشوفهم في انستغرام، نشوفهم بسرعه بطريقه افيكاس يخلوني نخلصني، معناتها نكون مش نعدي النهار من غير ما يتحط شيء، غير ما فحط شيء في انستغرام، نشوف بوست صغرونا، الستوري صغرونا، ذكرني انه المشكله هذيك موجوده، ذكرني انه العباد هذوك موجودين، العباد هذوك قاعدين يعانين، نتلز اني نخمم فيها ونتلز اني نعمل ريفليكسيون. دونك الحاجه هذه بوزيتيف على الاخر، خاصه انه لي كونت هذوما ديما يخدموا بطريقه كرياتيف، عندهم ايماجيناسيون طياره، ويوصلوا كيما قلت لكم للعباد بطريقه خفيفه ما تحسش بها. معناتها هذا بخلاف انه السوشيال ميديا يسمحوا لي اني نتواصل، خاصه انه اني بعيده على دارنا وعلى صحابي، دونك هذيك الطريقه الوحيده ما نبعثوش جوابات وحمام، هذيك الطريقه الوحيده باش ناخذ اون كونتاكت ونراهم واش قاعدين يعملوا ونفرح لهم وكل شيء. دونك فوالا، الحاجه من الحاجات اللي تفددني واضح ظهري قداش تفددني في السوشيال ميديا، هي الليجيرتي والفاسيليتي والغراتويتي نتاع الهيت. ربي يا ربي ما نستوعبش كيفاش انسان ياخذ من وقته باش يكتب كومنتير ما عنده حتى اهميه، ما عنده حتى يوتيليتي، ما عنده حتى منفعه لحتى حد، جست باش يجرح بيه، باش ينسولتي بيه، وكه علاش يا خي، علاش واه انت بيرفكت يا اخي، انت بيرفكت، هذه حاجه. ثاني حاجه، انت كي تسبو ولا تسب له ام ولا تسب له بو ولا تقول وش بيه كيك وش بيه منظرك كيك وش بيك سمنت وش بيك ضعفت، الحاجه تعرف خير من روحه، تعرف بدنه خير من هو يعرف بدنه، وكيفاش نفعته، انت كيفاش عاونته، كيفاش شنو الاصلاح اللي قمت بيه، شنو الامباكت البوزيتيف اللي عملته، علاش وعدنا نعدي وقتنا نحاول نعمل حاجه بها لرواحنا ديجا مبعثين للاخرين، نعديو في حاجه كيما هكا، علاش فاش حتى منفعه. الحاجه هذه سما توجي بارتيكوليرمون في كونت نتاع انفلونسوز تونسي، اني ما تبعهاش، ما تطلع لي في ديسكفر ديما، والطفله هذه اسمها فاطمه حجاج، عمرها كانت كرونيكوز في ايميسيون، بعدين اللي كبرت على الاخر في انستغرام، كبر كونتير في انستغرام، حتى تحكي نوتريسيون، تحكي سبور، بور اكس ريزون اللي احنا ما فهمناش وما تعنيناش وما دخلناش فيها، ضعفت سمن ضعفت، كيما كنت نحكي لكم اني في الفيديو نتاعي الاخرى، حاجه عاديه على الاخر، اني بيدي حياتي كلها وين خالص من الوضع. لا عباد تقول شبيك تنفخ، شبيك سمنت، شبيك هكا، شبيك تعمل سبور، شبيك ما درتش شنو، اف شي لازم نو، هي تقوم الصباح، ظهرلي حكيتها في ستوري وحكيتها في الهايلايت نتاعها، قالت راهو فكوا على امي، سيبوني اعتقوني. يا اخي انتوما اللي قاعدين تكتبوا شبيك سمنت، انتوما بيرفكت، البادي نتاعكم بيرفكت، عمركم ما سمنتوا، عمركم ما ضعفتوا، عمركم ما تعملوا سبور، شنيا معناتها؟ علاش يا عظمى انت تاخذها هي كإكزامبل نتاع انسان عايش واقعيا، عايش طريقة ريل لايف، تستعمل الانسبيراسيون هذيك، تستعمل الحاجة هذيك باش انت يبرر يور سيلف، عيش حياة خير، خسر طريقة بوزيتيف لبدنك ولروحك. علاش يو سبريد هيت؟ علاش اون بلوس معناتها سي اون فاغ ماسيف، مش كاين عبد ولا زوز معناتها هكا ماسيفيتي، حتى كيف ضحكت في موضوع اخر لا حكيت لهم على سبور على نوتريسيون، لا العباد يحبوا كان يحكوا على بدنها وعلى منظرها وعلى هي كيفاش وهي كيفاش. اشو من هكا العباد اللي كي عندهم معناتها كي تجبدهم على الموضوع هذا، يجيك لاغيومون باهية
هي تعرفت يعني طريقها مع اللي هي كان تقبل، ولا مثلا ساعات تسأل واحدة معروفة على ولدها ولا على راجلها، تقول لهم راي ما نحكيش على راجل ما نحكيش على ولدي، سو كي اي كومبليتمون نورمال، حياة شخصية اللي يحب يحكي عليها سي سون شوا ربي معاه، اللي يحبش يحكي عليها كيف كيف سي سون شوا ربي معاه. هي قالت ما نحبش نحكي على راجلي اللي هو شخص مستقل بذاته، معناتها كان يحب شكون يحكي عليه في السوشيال ميديا ضاري من حقه. قالت ما نحكيش على راجلي نحكيها على ولدي. يبدا يقولوا لها انت انت كل شيء وريته مازال كان راجلك، يا خويا كل شيء وريته كان راجلك، انت شتي انت يهمك 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 شي يهمك. هذه اغلب النساء اللي موجودين اي موضوع كنت تحكي عليه في حياتك، اي كونت بتاعها في اي موضوع، كونت educational، كونت ميكلا، كونت بش، كونت فيتنس، اي حكايه باش تقع بيت الفعل على رجلها على صاحبها. علاش علاش هي عملت كونت؟ تعرفت وليش عندها 10 ملايين؟ الموضوع اللي تحب تحكي فيه اش تحكي فيه، الموضوع اللي تحب تحكي فيه ما تحكيش فيه، مش عاجبك تو تو ديزابون. اذا كان قالت حاجه تجرح، حاجه توجع، قالت حاجه سكسيست، قالت حاجه حقاس، قالت حاجه ما بلاستي، كول هير اوت، كول هير اوت اني معاها. اما مادام الموضوع في صحتها الشخصيه تحكي على اللي تحب وما تحكيش على اللي تحب، وقبل ما انت تكتب لها حاجه انسلتونت برسم زيد خمم مره اخرى، خمم زيد دورها في مخك، شنو انت شنو الهدف نتاعك يا اخي، شنو هو الهدف نتاعك من الكومنتير. انا بالنسبه ليا واحد اذا كان مقتنع 100% بروحه ما عندوش بزوم حتى بروجيكسيون على العباد، اذا كان مقتنع بدينه، مقتنع بفكرته، مقتنع بروحه بصفه عامه، ما يخوش الوقت يكتب كومنتير كيما هكا. ناكد لكم اللي هكا الكومنتيرات الغوليجيو هذوك اللي يكتبوا فتوى طولها 10 متر تحت موزايك وجهره فيهم كل شيء، والله في الحياه اليوميه لا غوليجيو لا زماره، على خاطر ونعرف عباد متدينين جدا مستحيل نلقاه يكتب كومنتير كيما هكا، على خاطر هو مقتنع مكتفي لاقي الراحة النفسية والأمنية في روحه مع صلاته مع ذكره مع ربي مع الإيمان متاعه، ما يسحقش أنه يمشي ينسلتي العباد اللي ما مش كيفه، وما يسحقش أنه يمشي ينسلتي العباد اللي مش بخاتيكو. أصلاكم امشي أي تحت أي معناتها خبر نتاع الديسكو تاع السعودية والعباد فاطرين في رمضان والعباد لابسين عباد عليانين اللي تقول له هو، تلقاو كومنتير فيه آية وفتوى طويلة طولها 75 جرام والعباد كوبي كولي كوبي كولي كوبي. سي كوا لوتيليتي؟ بوركوا؟ علاش؟ حتى شيء. علاش في عوض ما تقعد تاخذ انسبيراسيون من دي كونت باهيين دي كونت حفونين وتستعمل هالسباس الواسع والشاسع نتاع البارتاج باش تحسن من روحك انت نهار كامل وانت جاست بول شير ان افري بادي افري وير. هذه هي حاجه جو مسويس امبورتي ديزولي خاطر الموضوع هذا سانتاب سوغ لينيغ. الحاجه الثانيه في برشا عباد يقولوا اللي لازم نقصوا من السوشيال ميديا من انستغرام خاصه على خاطر فما برشا بيرفكشن، برشا عباد بيرفكت ودكو انت تحس الثقه نتاعك نقصت انك في روحك في حياتك، خاطر عباد نحطوا كان حاجه الباهيه ونحطوا كان حاجه مزيانه وتحس روحك انت بشع وسمين وخايب وبدنك خايب وفاشل في حياتك وفقير والتحب انت الكل. هذايا بالنسبه ليا سادي طوم الانسان. اني بالحق سا ا مومون جيتي هكاك لاحظت انه اني ياسر نقارن روحي ياسر نقول شو احنا فرد عمر وهذاك وصل شو هي فين واني فين شو كيفاه وكيفاه كل شيء. بعدين ان فوا انت تقبلت حقيقة انه كل انسان عنده جيرني مختلفة في الدنيا، كل انسان عنده جولز مختلفين، كل انسان عنده ثنية مختلفة، كل انسان قاعد يعمل في حاجة مختلفة في حياته، مش لازم نكونوا كلنا اليني فرد ستات في حياتنا. فاقتنعت اللي انت تأدمير عباد من غير ما تقارنهم بروحك ومن غير ما تحس نقص في روحك، حسب رأيك تنجم تمشي سو انستغرام وتتفرج بالطبيعة وتعرف وين تتابون. إذا كان فما كوم أنت اكسكلوسيفمون يحسك بالنقص، ماكش قاعد تتعلم في حتى شيء، قاعد كان تحس بالنقص نهار كامل والعبد هذاك تحسه سو انستغرام باش نقول العباد راني خير منكم وراني أغنى منكم وراني عايش حياتي وانتم لا، ما تبونيش روحك فيه تو سامبلومون، ما تمشيش في الميليو هذاك. يعني سامي شوية كيف العباد يقولوا انستغرام معبي بالبرفكسيون، انستغرام معبي كان بالعباد عايشين حياتهم معبي، كان العباد اللي لا راهو انستغرام فيه كل شيء والعكس نتاعو، كان في عباد بيرفكت وكل شيء، في عباد زاد ريال عايشين حياتهم، مش معنى العباد بيرفكت ماهمش ريال فيك لا، اما كيف فما عباد ياسر طياره حياتهم ياسر محلاه ايديالستيك، فما عباد حياتهم عاديه على الاخر تشبه حياتنا اكثر من حياه عباد اخرين ونجم نتبعوهم وي ريليت.
دونك انت مش تمشي تتابون في لي كونت هذوك تقول اه من راك في الحاجه هذه في انستغرام لا فما كل شيء بالحق فما كل شيء وين تحب انت تلقى روحك تلقى روحك اذا كان انت فيلنيرابل والبادي ايمج نتاعك مازالت ماهيش مليقله ما تمشيش تفرج في المودلز ما تمشيش تفرج في العباد البرفكت ما تمشيش تفرج في اي كونت يحسك بالنقص على روحك تو سامبلومون داكا البوان دو فيو نتاعي وجهه النظر نتاعي الخلاصه هي انه السوشيال ميديا تول باورفل على الاخر اداه قويه نجمو نستعملوها باش نعملوا حاجات طياره على الاخر حاجه اللي تعرفوها على خاطر في تونس مثلا في الثوره اذا كان مش الفيسبوك رانا ما عملناش حاجه كبيره المظاهرات بداو في سيتي بوزيد في الفيسبوك سمعنا ديما على خاطر في التلفزه كيما كنتوا تعرفوا كان الاعلام يغطي في كل شيء لازمنا نجمو نعملوا حاجات طياره وحاجات قويه وحاجات امبرسيونونت على الاخر العالم الكل باستعمال السوشيال ميديا لازمنا جوست نعرفوا نخدموا في مصلحتنا مش ضدنا وخاصه بربي كيما كنت نحكي على الهيت اذا كان عندك حاجه باش تبارتاجيها بارتاجيها معنا اذا كان عندك فكره احكيها لنا اذا كان كتبت ورينا اذا كان صورت ورينا اذا كان عندك اكسبيريونس قول لنا احكي لنا اما بربي خليو السوشيال ميديا تنسبيليكم باش تكونوا خير مش باش تسبوا بها العباد مش باش تنسلتوا بها العباد مش باش تجرحوا بها العباد حتى كان عنده 25000 كومونتير تحت تصويرته مش معناها كلنا نتماهاو ونذوبوا في كل الماس هذيك الكبيره ونقول اللي نحب عليه وما رانا حد وما سمع بينا حسي حتى كنت بنشر الفيديو هذيا قولوا لي الريفلكشنز نتاعكم وزادة قبل ما ننسى باش نعمل كيو ان اي اخر خاطر انتم قلتوا لي عن كيو ان اي اخر دونك اذا كان عندكم سؤالات اسالوها ولا بوسه كبيره 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 باي باي.